أهلا وسهلا فيكم بأرسون بوز. النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول بأحد الأحاديث: من ليس في زيادة فهو في نقصان. يعني إذا الإنسان اكتفى بقدر معين من المعرفة والخبرة والعلم، قال أنا خلص هلأ صرت شيخ المصلحة وخلص، أنا ما عاد في شيء تعلمه بعد هيك، أنا ختمت المصلحة. نفس المبدأ إذا الإنسان تعلم، أنا وصلت لدرجة معينة من العلم، ما عاد في شيء بعد هيك ذو أهمية ممكن أنا أتعلمه. العلم يبدأ عند انتهاء التعليم. يعني مقولة كتير حلوة سمعتها أنا: علمك أنت يعني استزادتك وتطويرك الذاتي بيبدأ لما بيخلص تعليمك. يعني بتخلص جامعة وبتخلص مدرسة وبتخلص هالقصص هاي، بتفتح بقى تبلش بقى أنت بتدور على شو الشيء اللي بيبهجك وشو الشيء اللي بيمتعك، شو المواضيع اللي أنت بتشوف حالك فيها، وتبلش تقرأ أنت كتب فيها وتطور حالك فيها. ما في إنسان تكوينه وخلقه بيشبه إنسان التاني، حتى لو كانوا شق التوم مثل ما نقول إحنا بالسوري شق التوم، أكيد في كل واحد منهم في له خصائص معينة بشخصيته وبتكوينه وببنيته بتفكيره، خصائص بتميزه عن أخوه التوأم. السؤال إنه نحنا كيف فينا نكتشف هاي المواهب، وكيف فينا نطورها، وكيف فينا نستفيد منها، وكيف فينا نحسن حياتنا يوم بعد يوم. كمان هو سؤال، وكمان سؤال بسيط، ولكن جوابه أكيد يحتاج لجرأة وشجاعة. السؤال هو: شو الشيء اللي بيبهجني وأنا عم بعمله بكون في غاية البهجة، في غاية السعادة، وبنسى الوقت. الإنسان لما بيكون عم يعمل شيء بيحبه بينفصل عن الوقت، ما بيحس بالوقت. ليه؟ لأنه بيكون بحالة سامية جدا من التواصل مع ذاته. ممكن يكون هذا الكلام فلسفي شوي، بس ولكن أنا عم بحكي لكم حقائق علمية. بتمنى لك التوفيق بجواب على هذا السؤال المهم البسيط ولكن المهم كتير، واللي ممكن يحدد مسار حياتك القادمة. ونصيحتي لك أنه دائما يكون يومك أحسن من أمسك، وبكرة يكون أحسن من اليوم. أنا بتشكركم على مشاهدة هذا الفيديو، وبشكركم على زيارة أرسون بوز.